السلام عليكم، سناء حرار، مديرة فنية، رسامة كاريكاتورية، صحفية. رسماتي الصحفية هي عبارة عن تقويم لكل اضطهاد تقع فيه المرأة في المغرب خصوصا، وفي العالم العربي، وفي العالم، في جميع أنحاء العالم. وبرسوماتنا نحاول أن نعبر عن هذا الاضطهاد، الذي هو تعبير عن كل اضطهاد للمرأة، خصوصا المرأة المغربية، لأنها ربما يعجز القول عن أو لأن الرسم هو يعبر أكثر من القول عن هذا الاضطهاد التي تقف بصدده المرأة، لأنها لا تستطيع التعبير بالكلمات. نعبر نحن برسوماتنا عن ما تريد قوله، ونحاول أن يعرف العالم أو الشعب المغربي خصوصا المعاناة التي تعانيها المرأة، سواء في البيت، في العمل، مع الأطفال، ربما مع رؤساء العمل، أو مع شريكها في المنزل، أو مع نفسها، ممكن مع نفسها، مع ذاتها، لأنها تصبح منفصمة الشخصية ربما، لأنها لا تعرف هل عملها سيتم عن بحسن نية في بيتها أو في عملها، أو مع شريك الحياة، أو مع مدير العمل، لأنها مضطهدة، ولأنها تصبح منغلقة، ما عندناش تفتح بالدارجة، ما عندناش مرأة منفتحة اللي غتقدر تهضر على راسها وتقاوم على داك الشيء اللي بغات تقول. أذكركم بقول فان جوغ، شي واحد ما كيعرفش يرسم باللغة الدارجة، أنا غنقول أنا ما كنعرفش نرسم، هز القلم وشوف راسك واش غتقدر ترسم. غتقدر ترسم، أي واحد غيشد القلم غيقدر يرسم. ما قدرتيش تعبري بصوتك، عبري بالصورة، وكوني كاريكاتورية، كوني مرأة رسامة، وانفتحي على العالم برسوماتك وبفنك وبطموحاتك، وكوني سيدة نفسك، وكوني شجاعة وما تخافيش، لا تخافي، العالم ينصت لك، والعالم سيحاورك، وستحل إن شاء الله جميع مشاكل المرأة المغربية عاجلا أم آجلا إن شاء الله. السلام عليكم، معكم ميلودا الفراحي، مشاركة في زمالة الكاريكاتور، في زمالة الكاريكاتور النسائي. فيما يخص هذه الزمالة، حنا حاولنا أننا نتعلموا بعض التقنيات اللي فيها الرسم. تعلمنا أننا نديروا الرسم الديجيتالي، يعني الرقمي وغير ذلك، يعني تعلمنا بزاف الحوايج اللي كانت مفيدة بالنسبة لنا. حاولنا أننا نعبروا على بعض الآراء اللي كتخصنا حنا، لأن الرسم كيف ما كتعرفوا هو بالنسبة لي هو نقد، هو وجهة نظر، هو واحد الرأي آخر من وجهة نظر أخرى. فكانت هذه فرصة لنا احنا كنساء أننا نعبروا يعني نعبروا على شي حاجة اللي كتخصنا من وجهة نظر كتخصنا، فنعبروا على ونوصلوا واحد الرسالة اللي باغين نوصلوها للمجتمع. ولهذه الرسالة كنعتبروها بالنسبة لنا احنا هي يعني رسالة عادلة، باغينا نوصلوها للمجتمع، باغينا نوصلوا لهم بأننا فيما يخص أشغال البيت، أو فيما يخص المساواة بين الجنسين أو لا غيرها، فاحنا بغينا نوصلوا لديك العدالة الاجتماعية، وبغينا نوصلوا لواحد التكافؤ ما بين المرأة والرجل، ويكون هذاك ما يكونش واحد كيف ما كنقولوا احنا بالدارجة، ما يكونش الدرك على واحد وواحد ما يكونش عليه، يعني نحسوا بأنه كاين واحد التوازن، خاصة أن الواقع المعاش ديالنا هو واقع كيفرض راسه علينا، أنه كيفرض على أن المرأة تخرج لسوق الشغل، أن المرأة أنها تكون في العمل، في المدرسة، فهذا خلينا انه تكون عندنا انه واحد الـ واحد الـ واحد الرساله اللي حاولنا نوصلوا للمجتمع، بانه المراه ولا الراجل راه بحال فيما يخص المساواه، بين فيما يخص المساواه سواء في اعمال البيت او لا في اعمال، مادام حنا كنقدروا نتساواو في المصروف، ممكن ان المراه كتخرج كتصرف كدير، فبالتالي حتى الرجل انه يقدر يتساوى مع على المراه في اعمال البيت، يعني خاصه انه ملي كنهضروا على اعمال البيت، حنا ما كنقولوش هنا النوبه بمعنى انه كل واحد يدير واحد الدور، ولكن كنقولوا انه راه ماشي حكر على المراه فقط، مادام ان حاليا حنا كنلقاو الرجاله كيشقاو في ديورهم، ولكن تكون معاه مراه ما قدرش يشقى، يعني كيعتبرها انه عمل خاص بالمراه بوحدها، وخاص يعني كوزينتك،
يعني دائما كيبقاو يعبروا بكوزينتك على اساس ان المراه كلها وانها انها كتبت على جبهتها، يعني انها خاصها تقوم بعمل البيت، في حين انه العمل ديالنا حنا اللي بغينا نوصلوه بالرساله ديالتنا هو ان شغل البيت او الاعمال الاخرى، يعني حنا حاليا ولا عندنا واحد التكافؤ، ولا عندنا واحد العمل اللي خاصه المراه كتخرج كتولي عندها في الدراسات العليا، ولا عندها واحد البحث وعندها كذا، وتلقاها في نفس الوقت كدير بعمل داخل البيت. فهنا الرساله اللي بغينا نوصلوا لها من يعني حتى من الرسم الصحفي او الرسم الكاريكاتوري، هو كيكون نوعا فيه نوع من المبالغه. يعني اي واحد يشوف يقول لك راه مبالغ، يعني كثير، يعني بحال كيفاش نعبر مثلا، انا مثال كنعبر على ان المراه واحد سوبر وومن، يعني كتمشي من العمل، كتمشي كتجري باش تخرج ولادها من المدرسه، وخصها ترجع بسرعه باش تدي ولادها، باش توكل ولادها، وباش دير، وخصها ترجع للخدمه، وخصها تكون يعني كل هذا العمل وكانه فيه واحد نوع من الحيف على واحد المراه. الا كنا خدامين بجوج خصنا ندخلوا للدار نتعاونوا بجوج. هذه هي الرساله اللي بغينا نوصلوها، ندير مادام حنا فاعلين في المجتمع كاملين بجوج بينا، فاحنا داخل البيت اننا كنكونوا فاعلين. هذه هي الرساله اللي بغينا نوصلوها.